والفيصلي أول أمس طبعا كان الخميس، بالأمس الجمعة الفيصل انتصر بثلاثية مقابل هدف. هنا الهجوم للجزيرة، أول الأهداف، جول! نادي الجزيرة يواصل المسير في الصدارة، فراس شلباية يفتتح أول أهداف اللقاء، عكسية على طبق من ذهب، فراس شلباية ما يخليها تنزل الأرض، يسعد القلة الذين أتوا لمؤازرة الشياطين الحمر. شوف الإعادة بهذه الطريقة، هوبا في شباك مرمى عامر شفيع، الحوت صعبة على أكبر الحراس، ما بالك الحوت. شوف على الطاير فراس، نجم نادي الوحدات سابقا، لاعب نادي فيما شباب الأردن راح يقابل العقبة يوم الجمعة. كرة لعبت كابالونجو، سجل هدف التعادل أخيرا، أسود غمدان تزهر في نهاية المباراة وتنجح بالعودة في التعادل في هذه المباراة. أولاريتش كابالونجو فطر أخيرا وسجل هذا الهدف، هدف التعادل في شباك الجزيرة من خلال أحداث هذه المباراة. أولاريتش كابالونجو، هكذا التمريرات. شوف كابالونجو في ظهره مهند سليمان، ولف وسدد وسجل هدف التعادل لصالح شباب الأردن أخيرا. الشباب ما يستسلمون ويمنعون الجزيرة.